على أرض الشام زي الدور الأيام وبتحمل معنا الأحلام والمجد مع الأبواب بيرفرف على أرض الشام على ورا هاي الحلقة إذا رجعت طلعت حلقة تانية معناتها لسه على البلد فيها خير. والله صار لي 25 يوم ما شفت الكهرباء. من 6 شهور. لا بدي 7-8 شهور. جول من عنده براد وأشط له كل الغراض جول. خلونا متفائلين خلونا بالخير متأملين نشوف بعض إن شاء الله بكرة إذا ما تشولنا أو قصفنا النظام أو انقطعت الكهرباء تصبحوا على خير سلام عليكم. السلام عليكم ويسعد أوقاتكم بحلقة جديدة من برنامجكم ريحة وطن. بحلقتنا اليوم رح نحاول نضحك فيها أكثر ما نحكي خصوصاً بهالأيام اللي الضحكة صارت فيها نادرة ومندور عليها دوارة. جهاد سقة أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يامن نور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يامن شو آخر نكتة أنت حكيتها؟ من أول عن نكت. من أول عن نكت. والله نكتة لا ما يعني هلا نحن هلا بهالفترة هي كنا عم نشتغل عمل مسرحي ممكن صار في عنا استهلاك لكل شيء عن الرصيد اللي عنا. كان هو كل النكت صارت في قلب هذا العمل الفني هو عرض مسرحي بعنوان وحش اشتغلناه. يمكن صار معنا نكت بالحياة اليومية اللي عم نعيشها هون يعني نكت اللي صارت معنا يمكن من فترة شهر تقريبا انه لحقتنا سيارة ونحن دخلنا بجو الأكشن وصرنا على MBC2 وصرنا نهرب من السيارة من يمين يسار مفرق لمفرق ووصلنا لطريق مسدود وبالأخير طلعوا حابين يصوروا معنا. يعني احنا قلنا خلصت انتهت لفلفت هذا آخر جزء الحمد لله يعني وهذا دور تصفايتنا سبحان الله طلعوا الناس حابين انه يتصوروا معنا. حلو. هلا انتم بشكل عام عملكم بالكوميديا او الكوميديا هي اللي انتم عم تشتغلوها هي دائما الناقدة الساخرة فعم تخافوا؟ من ايش؟ تخافوا من الناس اللي ممكن يلاحقوكم ممكن يكون عم يسببوا مثل عبد الوهاب ملا مثلا؟ لا هلا هو اكيد ما في خوف اللي يدخل بهالمجال ما راح يخاف اكيد ونحن يمكن مواضيعنا كلها هادفه يعني صحيح ناقده ساخره وبنفس الوقت هادفه يعني عم نوصل رساله عن طريق ابتسامه بسيطه هيك للناس يعني هاي الفكره ما اظن انه لازم نخاف يعني عرفتي. حلو. طب هلا انتم ما بتتعرضوا كثير لناس بيقولوا لكم انه هلا وقت انتم اللي قاعدين عم تحكوا الناس هلا عم بتموت الناس عم تنقتل انتم لازم يعني الناس تنزل كلها تحمل سلاح؟ اكيد في كثير مواقف صارت معنا طبعا بدها ضبط نفس بهيك قصه يعني. في مره صارت معنا نحن مصور بمنطقه صلاح الدين وصار معنا حادثه نحن تاثرنا فيها انه عندنا مشهد كثير كوميدي وفيه اوفر يعني هالحكي هذيك السنه بالجزء الثاني تبع منع في سوريا نتفاجأ اجى شاب وراقد عم يبكي يعني ومثل سمعنا كم كلمه نحن تضايقنا اول شيء انه ليش يعني عم نصور تفاجأنا انه جايبين اخوه شهيد يعني بنفس الشارع اضطرينا انه نلغي اكيد يعني ما هو حق يعني وفي ناس بالعكس كتير يتعاونوا معنا هنيك يعني النسبه اللي عم يتعاونوا معنا كتيرين بصراحه ونادرا ما يجينا شباب انه هلا وقت التمثيل وهلا روحوا شيلوا سلاح يعني نسمع هذا الحكي اكيد موجود. هلا يا من بتحس انت انه نحن لا فعلا بهالوقت برغم كل هالشيء اللي عم بيصير فينا نحن بحاجه للنكته بحاجه للنكته بالذات يعني حتى طبعا الناس اكيد اكيد نحن بحاجه انت بتحس بتاثير على الناس اكيد اي هلا بالمسرح انتم عم تعملوا مسرح فبتحس بالتاثير المباشر الناس حابة انه تحكي تفضفض. نحن وقت طلعنا بالثورة طلعنا ضد النظام صار في تجاوزات عنا في في المحرر وظفنا حالنا لنكون نحن صوت الناس. انت من شوية بتقولوا انه لا يصير مثل عبد الوهاب الملا ما انشال غير لانه حكى كلمة حق
ما الطبيعي إن تكون نكون نحن معرضين كتير للأغتيال، ما الطبيعي يكون معرضين كتير لأنه ننشال. بس ولكن وقت اللي إنسان بيطلع بقول كلمة الحق وعلى أثرها بتم اعتقاله أو اغتياله وبيستشهد أو 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 يعني ما الطبيعي يعني إنه يكون معرض لهيك شيء. ما الطبيعي الجاني يكون طبعا مو صاحب مبدأ الأساس اللي بوقف ضد كلمة الحق، هذا إنسان مو مزبوط. الجمهور بشكل عام في ناس بتقدر تحكي وفي ناس بتخاف تحكي، ما زلنا لتاريخ اليوم نحن منخاف، يعني ناس بتخاف. وأكبر دليل إنه السفينة في خوف عند الناس، وما زال في نحن عنا مشاكل يعني بين بعضنا. صار في حرية، صار في ناس كتير تعبر عن رأيها، بس ولكن لسه ما زال إنه في بعض الناس بتخاف. يمكن نحن نكون كسر حاجز الخوف شوي، يعني نكون نحن صوت هاي الناس. يعني بالعمل المسرحي كان في شخصيات كتير من الحكومة ومن الائتلاف وشخصيات تركية وكتير ناس حضرت، حاولنا أن نوجه الكلام للمسؤولين يعني ونكون نحن صوت الناس. يعني صحتين هنا يا سينو، صحتين هنا، بدي همتك، ها بدي همتك الله يرضى عليك يا معلمي. يا تاج راسي بدك تعفيني لأنه ما عاد فيني. شو ما عاد فيك؟ كل اللي أكلته ما بيطلع 14-15 سندويشة لهلا. مضبوط، بس أنا من أول سندويشة والثانية اشبعت وكفاني الله. لك حاجة بس أوه. أنت غصبتني ب 12 وحدة بتنشط مي. بدك مي؟ ما في ما في يا سي، معلش إن شاء الله. وينك؟ كل غصب هنا على عندي. وينك؟ كل هاتون ست بيض ست سندويشات باكلهم خلصنا. لا معلمي انا خلص، بدك تقطع الامل مني، ما عاد فيني. لك شلون بدي اقطع الامل منك؟ شلون بدي نفق اذا كان هيك لك تحكي معي بلهجه هي؟ لك يا معلمي مو انت المعلم وصاحب البضاعه؟ بلا، اخذ لك شي 12 سندويشه وكلهم، وهيك ما بيبقى عنا غير القليل. شو انا مجنون ولا يا سي؟ ليش؟ ليش لحتى اكل؟ اذا جعت بروح بشتري ساندويشة من برا، اوفر وارخص وانضف. مسيره الاعمال الكوميديه الناقده الساخره بسوريا هي مسيره كتير كبيره. انت شو هي بتاثر اكيد او اثرت كتير بالشعب السوري، تاثيرها فيك شخصيا شو كان؟ هلا ما بعرف، يمكن صار في كتير امور عرفناها بقيام الثوره. يعني ما بعرف اذا نقيم الفن اللي كان بيتقدم ايام النظام على انه فن. طبعا فن، ونحن بنحترم الاعمال اللي تقدمت. تاريخ الدراما السوريه تاريخ كتير كبير، بس ولكن بنقدر نقول انه كان الدراما والكوميديا بالتحديد كانت توظيف لاجندات تخدم نظام الاسد. يعني ما بننكر نحن هذا الشيء. يعني كان المواطن مو من حقه الطبيعي انه يعبر، من حقنا الطبيعي ان احنا بنعبر عنك، نحن بننتقد الوضع السياسي، وسقف محدود. يعني كان سقفنا نحن لا مدير بلديه للوزير ماكسيمو بكون نحن يعني خربنا الدنيا. ويمكن لهيك كانوا دائما الفنانين او حتى الكتاب يخترعوا شخصيات، يعني يخترعوا شخصيات طاغيه، ما هن يحكوا عن الطاغيه الكبير، كانوا دائما يخترعوا مثلا يقولوا انه والله هذا رئيس الاقطاعيين، ولا يحكوا عن فلان او علان، فدائما كان يعني يموهوا للوصول الى السلطه، فما كانوا يحكوا. هي طبعا اكيد، وخصوصي ما بيمرق المشهد الكوميديان الموضوع السياسي ما بيمرق غير بالكوميديا. كان في كتير تنفيس، خلينا نقول نحكيها بالعامية، انه تنفيس المواطن السوري اللي ما بصير يحكي ابدا ببقعة الضوء مثلا. يعني تتوقع هي كانت تنفيس فقط اكتر من انه تكون هي فعلا عم توصل لنتيجة او عم توصل؟ لا لا لا، تنفيس تنفيس يعني. مو اكتر تنفيس. لو كان في نتيجة يمكن ما كانت قامت ثورة ولكن نطلعنا لو كان في نتيجة. بس ولكن لا، هو كان برجع بقول لك انه المواطن السوري ما بصير انت تحكي، نحن اللي بنحكي. ونحن وبرضه مشان كمان ما ننسى انه الكاتب عدنان زراعي اللي اشتغل لوحه البخاخ في بقعه الضوء، ما بنعرف نقول الله يفك اسره ونقول الله يتقبله في سجون النظام. يعني هي كانت لوحه قبل الثوره، وكانت هي بتعبر عن شيء بالنسبه للثوره، فكانت رائعه فعلا.
عدم كتابة العبارات على الجدران في الشوارع العامة والأحياء، لأن ذلك يكلف مئات الأطنان من الدهان لمدح هذه العبارات. والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للبناء والترميم تقوم بالعمل على تلبية الحاجة من الطلب المتزايد على مادة الدهان بأنواعه المختلفة للحد من احتكار السوق. هلأ جهاد، أنت معروف أنه أول ما بلشت الثورة أنت بلشت كصوت بالمظاهرات، منشد وصوت رائع، ممكن تسمعنا شيء هلأ؟ سمعت لك. يا ليلي 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 يا من على فرقة تدور الليالي فاض، يا أبا من نور وجهك نصيري بالمام احفاظ، لما نزلت الوغى جمع الأعادي فاض يا عيوني، يا أبا مسلول سيفك على مر الزمن جبهات، يا اللي رديت العدا بالسابقة وجبات، اسمك شياب السماء فوق النجم جبهات، يا أبا لبيت ربك يا أبا لبيت ربك وطيفك بيننا ما فاض، أوه يا باي. يعطيك العافية. هلا يا مين، نحن وعدنا الجمهور أو المشاهدين إنه نخليهم يضحكوا شوي، نحن لحد الآن ما ضحكنا شيء ولا حكينا لهم أي شيء. طلبت منه أغنية طيبة. غنية تكون شوي فريحية، يكون مقطع. شو في عندك شغلات هيك تتذكرها من مسلسلاتكم، شغلات حلوة؟ هلا أنتوا قبل عملتوا أم عبد الحلبية. إيش طبعا. وهي أنتوا جبتوا طفلة. طبعا كان فيه شيء من النقد وبنفس الوقت فيه شيء من يعني فيه شيء من الأسى بس بأسلوب كتير حلو. شو بتحكي لي يعني عن هالعمل بالذات؟ لا تخافوا، ضيعتونا سلاح وقبضات، بس الشغلة بدها قوة قلب. أنا ما في مثلي بقوة القلب، بس الحكي على أمالي بالله. إيه هلا منشوف. تعاملكم مع الطفلة كان صعب، شلون قدرتوا تخلوها تشتغل؟ هلا هي الطفلة موهوبة، الطفلة بالحقيقة الطفلة كتير موهوبة، يمكن اشتغلنا عليها بعض الأمور يعني. أوكي. يعني حركات، وكانت تشتغل عليها الكاتبة نفسها اللي هي عفراء هاشم، موجه لها تحية. الورق كان كتير حلو، الطفلة نقدر نقول إنه كانت كتير قريبة من الكاتبة اللي كتبت العمل، طبعا بالمدرسة يعني بما إنه هي أنست مدرسة. هي اللي اكتشفت فيها انه هالبنت هاي بتقدر انه تعمل شيء، كتبت لها لوحات صغيره ويمكن بكرنفال، هي كانت اول مشاركه لها بكرنفال الثوره سنه 2014. شفنا البنت وحكينا مع الكاتبه وقلنا لها انه هاي البنت كتير موهوبه، حرام لازم انه نشتغل عليها ويطلع منا ماده، واشتغلنا الجزء الاول. شو الشيء اللي صار معكم هيك شيء كوميدي وانتم عم تصوروا وانتم عم تتعاملوا بهالقصص؟ هلا في كتير مواقف صارت معنا بتضحك وبنفس الوقت يعني تقهر. من ضمن المواقف، مرة عنا تصوير في بستان اللي بمنطقة السكري، فبدنا مشهد يكون فيه يبين فيه مثلا مزرعة أبقار أو هيك، لقينا شخص السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية، بس حابين نحن نصور مشهد وهيك. قال لا أنا بطلع لبرا، أنا سكن المعبر مفتوح بهذيك الأيام، قال أنا بدخل معبر بستان القصر. طبعا بستان القصر يمكن كان مسكر ولا ما أذكر، بس كان لسه في طريق من طريق الشيخ سعيد يمكن أو هيك. طيب أمر أخي ما منطلق، نحن بس نصور المشهد هون، لازمنا مشان مزرعة الأبقار. لا ما بسمع. ليش لك؟ ليش حتى الأبقار أنا باخدهم للنظام؟ لك لك يا أبحث ما رأي يعرفون، والله البقرة هي بتشبه البقرة اللي هنيك عند النظام، ما يقتنع. الموقف الثاني اللي صار كمان يمكن بالجزء الأول، لا بالجزء الثاني، هو أنه كنا عم نصور حلقة كذاب، واضطرينا أنه نروح كمان على منطقة بستان
لشخص صاحب بستان ونحكي معه ويا عيني ويا روحي. وانه المهم بالاخير انه اعطانا المكان نصور فيه ونحن عم نصور. طبعا الحلقه بتحكي عن شخصيتين عم يكذبوا، هو يوقف من وراء الكاميرا ويصرخ علينا انه حاج تكذبوا على الخلق حرام، نرجع نعيد التصوير لك حرام عليكم تكذبوا نرجع. فهو كان متعاطف كتير ومتأثر كتير بالتصوير حتى. هو ما مستوعب انه في كاميرا عم نصور يعني، فكرنا انه عم نكذب، يرجع يقطعنا المشهد لك حاج تكذبوا على البشر لك يا ابن الحلال مشان الله استوعب. هلا اكيد هي بس هالاعمال مو بس انه بتخلي العالم يعني تنفس عن الشيء اللي بدها اياه، انتم عم توصلوا رساله، الرساله اللي انتم عم توصلوها بتحسوها عم توصل صح من خلال انتم تعاملكم مع العالم. بنقول ان شاء الله نحن بما انه قريبين من الشارع السوري يعني، وحتى لو حاطنا كلها ببيوت الناس عم نحكي اوجاعهم ونحاول نحكي الامهم، قلت لك بضمن ابتسامه بسيطه يعني الناس ملت. هلا اغلب البيوت في سوريا ملوا من الأخبار بصراحة يعني، يعني صار أمر روتيني، الناس بدها تضحك، الشعب السوري صاحب نكتة، الشعب السوري بيحب يضحك بيحب ينبسط، فكانت الكوميديا يعني هي أقرب شيء للناس اللي في الداخل أو إن كانت في الخارج. حكينا مواضيع بتخص آلام الناس اللي في الداخل وبنفس الوقت في الخارج، أوجاعهم بأسلوب كوميدي بطرف معين. طبعا هاي الأحداث اللي حكيناها كلها صارت، أغلبها صارت في شيء مبالغة مجبرين مشان الكوميديا في أوفرة، ونقول إن شاء الله يعني عم نوصل رسالة بشكل غير مباشر تدخل لقلب الإنسان. هلا أنا بشوف يمكن أنتوا أكتر عم تبحثوا عن المواضيع الاجتماعية، نعم بتنكشوها يعني هيك بأسلوب ما. إيش أكتر هيك لو حالتك بتحس أنه كانت مؤثرة اجتماعيا؟ لوحات كتير لوحات كتيرة يعني اللي كتير يعني هيك لوحة بتتذكرها هيك في إلها قصة مخصصة. ما بعرف إذا أقول لك لوحة الفانوس، موضوع جواز السفر كتير أثر. جواز السفر فعلا ممكن تحكي لنا شوي عن اللوحة هي بالذات؟ هلا هي اللوحة لأقول لك الصراحة، هو العمل بالجزء الأول كان كتابته من عدة كتاب، الجزء الثاني كان في أفكار من عدة شخصيات بس ولكن كان للأستاذ الكاتب والسيناريست أستاذ حافظ أرقوط. لوحه يمكن لوحه فانوس اللي حافظ استاذ حافظ قال انه في بعض اللوحات يفضل انه انتم تكتبوها بايدكم انتم يعني. كان يمكن حلقه الفانوس وحلقه الكذاب وفي حلقتين ثلاثه كمان انه هدول انتم احكوا انتم اقرب للشارع. استاذ حافظ كتير كان مع انه بعض اللوحات أحكوها من تم الناس مباشر ومسلوها قدام الشاشة، ما في داعي لأنه نكتب لورق، مع العلم أن الورق المكتوب كله كان بيحكي عن القضايا اللي بتخص المواطن السوري إن كان في المناطق المحررة أو المحتلة أو بالغربة. لوحة فانوس مرق فيها أكثر من مشهد كان ارتجال، أكثر من مشهد كان عبارة عن أنه كلمة غصة في قلب أي شخص وحابب أنه يحكي أي مواطن. وحسينا أنه في بعض المشاهد كتير أنه بنعمل معنا لقاء ومو أي لقاء يعني، مواطن ماشي بالشارع وأجا شخص مراسل وقال له شو رأيك بي يعني، في كتير هيك مرقت علينا هيك مشاهد نحن. موضوع جواز سفر بما أننا هلا ما عندي جواز سفر، أغلب الشعب السوري بما أنه جواز سفر تبع الائتلاف طلع فالصو يعني ما الله الحكي نحن حكينا بالمسرحية قدام رئيس الائتلاف أكيد. فشو كان حلقة جواز سفر فعلا يعني هي مشكلة أنتو حكيتوا عنه؟ حكينا عنه طبعا، هذا وجع الله الأوجاع اللي بتصير عنا كثيرة، وجع السوري. طب نحن نحكي لهم هلأ نكتة للمشاهدين، خلوني بتسموا شوي. نحن قلبناها لتراجيديا كثير يمكن الحلقة. هو لأنه هذا الواقع يعني. نحاول نبحث عن ضحكة يعني أكيد. هلأ يمكن أنتوا بأعمالكم جوا الأعمال كان في حتى يعني ممكن غناء ممكن يكون له الصبغة يعني هيك فيها النكتة، في عندك شيء بتستحضر ذاكرتك؟ هلا أعمالنا قلت لك الغناء شيء نفصل غناء إيه، ولكن صبغة النكتة كمان موجودة. يمكن حطينا أو اشتغلنا موضوع الغناء أكتر بيشتغلنا مسلسل جديد اسمه على الوتر، ما نعرض تلفزيون نعرض يوتيوب، كان فيها لوحات فيها غنائية بيحكي قضايا اجتماعية بيحكي. تتذكر إنه هلا شيء؟ تتذكر شيء غناية؟ هلا هي الغناية وقت اللي بيوداني أبو نغم
هو كان اخذ دور ابو نغم وانا ابو امل. ابو نغم الانسان البسيط اللي درويش. ايوه عرف عن نفسك. ابو نغم هو الشخص البسيط اللي مسلولنا يا هلا اللي بتمتع بثقافة ثقافة الشارع السوري. يعني هو اللي مو غير متعلم بس ولكن حربوق الهمشوري اللي بالحارة عنده ثقافة اجتماعية فقط. ثقافة انه في مبادئ في الحياة لازم نمشي عليها بكل موضوع بيدخل له موال سبعاوي يعني هيك من هالشخصيات. هو كان مصلح اعواد يعني آلات موسيقية. انا الموسيقي انا وهو صاحبي بالحارة وانا اخذ دور استاذ مدرسي اللي بجي بفهمه على امور بتردد لعندي على المحل بيحكي. ابو نغم كتير يعني جعار يعني إذا بده يحكي معه كلمتين طلع صار يجعر بالحارة. بضطروا إنه الشخصيتين إنه يلجأوا أو يطلعوا لأوروبا وبعيشوا بفرنسا. طبعاً طلعتوا لفرنسا كمان إحنا تقصدنا إنه نعمل القسم الثاني في أوروبا وقسمين قبل وبعد لنناقش كمان موضوع كتير بهم السوري يعني شيء بيحرق القلب إنه كمان صار في نسبة في أوروبا كتير من أهلنا. يعني كان للكاتب أستاذ بشار حوراني كمان عمل له صبغة كتير بتجنن لهذا العمل. قبل ما نختم هو السؤال اللي كنت أنا لازم حابة أسألكم إياه بالأول إنه أنت كشخصيتك إلها علاقة بالفكاهة اللي أنت بتقدمها؟ طبعا أكيد. يعني من جوا أنت في عندك الفكاهة؟ طبعا طبعا أكيد. بتحس فيها؟ ما في ممثل بلعب كوميديا إذا كان شخصيته كتير جدية. لا هو يعني هبل الحمد لله رب العالمين. لا قولي الحمد لله يعني مقضي أنا معه يعني. الله يصبرني بس الأغنية أنا بحيص كتير وكتير عزبت أخباري بس أتحملني وشرطت معك أنا قبل ما أول يبدأ أحيص أغنية لحلب. أمان 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 يا أبا وعلى اليوم على اليوم يا يوم يا يوم حيل انت حل يا ويل ويلي ويا بحيل انت حل يا ويل ويلي ودرب حلب يا حلب درب حلب انا مشيته كله قصف صاروخ يا ويلي يابا كله قصف صاروخي ولك حاجة تبكي وتنوحي حاجة تبكي وتنوحي باكر يجي النصر يا عيون عيوني إن شاء الله وبكرة بيجي النصر يا عيوني وهالأسمار اللون هالأسماراني تعباني يا قلب خيو هواك راماني هالأسمار اللون هل أسمراني تعباني يا قلب خيو هوا كراماني يا بو عيون وسا حطيت بقلبي وجا يا بو عيون وسا حطيت بقلبي وجا بعطيك سبع ربا خيو من عين رسمالي هل أسمار اللون هل أسماراني تعباني يا قلب خيو هوا كراماني خلص
وشكرا. بدك تضحكنا بكيتنا. ويعطيكم الف عافيه. شكرا كثير. بتضل تدور الايام وتحمل معها الاحلام والمجد مع الابواب بيرفرف على ارض الشام. بتضل تدور الايام وتحمل معها الاحلام والمجد مع الابواب بيرفرف على ارض